على حسب انت حابه تعمليها بايه. النهارده هنستخدم فراخ، فرخه في حدود كيلو ونص متقطعه على 8 قطع. عندي كمان 4 كوبايات من الرز البسمتي، يكون مغسول ومنقوع ومتصفي كويس جدا، هيتنقع في حدود نص ساعه. عندي 3 جزرات مبشورين، بصله كبيره متقطعه جوانح، فلفل رومي احمر متقطع مكعبات. عندي كمان كوبايتين من الشوربه وتكون سخنه، زيت، معلقتين كبار من السمنه، مكعب مرقه، كوبايه زبيب، وعندي كمان البهارات عباره عن معلقه كبيره من البهارات السبعه، ومعلقه صغيره من الكمون، 3 ورقات لورا، ورق عودين من القرفه الخشب، 5 حبوب قرنفل صحيح، وزعفران بودر، ومعلقه كبيره من الملح، ومعلقه كبيره من الفلفل الاسود. دي المقادير، وتعالوا بينا بقى علشان نشتغل في وصفتنا ونشوف هنعملها ازاي. يلا بينا بقى ناخد الحله بتاعتنا علشان نحطها على النار تسخن. زي ما اتفقنا نقدر نستخدم بدل الفراخ لحمة وبعضمها كمان عشان تدينا طعم حلو جدا. اهم حاجة نقطعها قطع مش كبيرة، تمام. برضو بنفس التكنيك بالظبط وبنفس الطريقة هنستخدم اللحمة زي ما هنعمل الفراخ، هنعمل اللحمة بس وقت تسوية اللحمة اكيد هيبقى اطول شوية من وقت تسوية الفراخ، تمام. احنا هنا مقطعين فرخة على 8 عشان يبقى سهلة في التسوية، وكمان بتبقى لما تكون القطعة صغيرة بتشرب كتير وبسهولة من التوابل. هناخد فراخنا طبعا متنظفة كويس جدا، وهناخد السمنة كمان. تعالوا بينا بقى في الحلة هنحط سمنة وزيت. ادي السمنة، بسم الله، والزيت بتاعنا شوية، ونخلي السمنة والزيت يسخنوا كويس جدا جدا قبل ما نبدأ نحط قطع الفراخ. مش هتبل الفراخ ولا حاجة، انا هحطها وحمرها وهي من غير اي اضافات، وبعد كده هنبدأ نضيف البهارات بعد ما تبتدي تاخد اللون الذهبي، تمام. يلا، قطع الفراخ زي ما قلنا كل ما كانت صغيرة اكيد بتستوي اسرع، كمان بتتشرب اكتر من التتبيلة وبقى طعمها حلو جدا. لو لحمة برضو اعمليها بالعظم بتاعها اللي هي اللحمة الضاني، وقطعيها برضو قطع مش كبيرة قوي علشان برضو ما تطولش في التسوية. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ بقى نحط قطع الفراخ. عايزين السمنة والزيت يكونوا سخنين جدا، الله ينور. حطينا قطع الفراخ كلها في السمنه والزيت السخنين جدا علشان يتحمروا كويس قوي، وهنجيب حله تانيه علشان نسلق فيها الرز بتاعنا. صح، يلا بينا نحط مية بقى مغلية في الحلة علشان تغلي زي ما اكون هسلق مكرونة بالظبط، تمام. هنحط كمان شوية في مية مغلية. طب كويس عشان نستعجل الموضوع ده هتطول علينا. تمام، طبعا هنقص بقى من المية الباردة دي شوية ونحط المية السخنة عشان ما نطولش على بال ما نسلق الرز. كأني بالظبط هسلق مكرونه، نحط ميه مغليه، والميه المغليه دي هضيف فيها الملح. ونحط كمان فيها مكعب من المرقه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونسيبها نغطيها بقى ونسيبها تغلي كويس قبل ما اضيف فيها الرز اللي احنا غسلينه
ونقعينه ومصفينه. ونبص كده بص على الفراخ نشوف اخبارها ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدت تاخد اللون الذهبي من ناحيه، نقلب الناحيه الثانيه. التشويحه دي مهمه جدا علشان الفراخ تحتفظ بطعمها وطراوتها، تمام، وتعجل لنا كمان بالتسويه بتاعتها. نديها تشويحه كويسه كده ونحضر طبق عشان نطلع فيه الفراخ بعد ما تتشوح. تمام. الرز بتاعنا بقى رز بسمتي ذهبي طويل الحبه. الرز كل ما كانت نوعيه الرز كويسه كل ما اديتك نتيجه افضل وطعم احلى وشكل كمان حلو جدا. ساعات بنعمل رز بسمتي ونلاقي الرز منشي او نقول ايه ناشف كده ومش طعمه حلو غير اللي بناكله في المطاعم. فكتير يقولوا لي الرز لما عملناه الرز البسمتي ما طلعش زي اللي بناكله في المطعم. المشكله هنا ما تبقاش الطريقه قد ما هي نوعيه الرز اللي انت استخدمتيه. كل ما استخدمتي نوعيه كويسه كل ما النتيجه كانت هايله. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا لما اجي انقي الرز البسمتي بشوف شكله عامل ازاي. كل ما الرزايه طولت ورفعت كل ما كانت الرزايه دي نوعيتها كويسه زي ما انتم شايفين كده. تمام. الرزايه كمان كلها واخده نفس اللون، مفيش فيها نقط بيضة. نقط البيضة دي بتدل على ان الرزايه مرطبه ودي بتتكسر واحنا شغالين بيها. تمام. يبقى لما تختاري الرز البسمتي هاتيه رز طويل، مش لازم ده فيه ذهبي وفيه ابيض، انا بفضل الذهبي طبعا. يبقى الرزايه طويله رفيعه ما فيهاش اي نقط بيضه، ده كل ده هيديكي نتيجه كويسه جدا. الرزايه لما بتتخن وتقصر بتبقى النشا فيها نسبته اعلى وما بيديلناش النتيجه اللي احنا عايزينها. تمام. كده معانا الفراخ خدت لون ذهبي من ناحيتين. هنزل عليها البصل برضو واسيبه مع الفراخ علشان ياخدوا مع بعض لون. تمام. البصل عندنا متقطع جوانح بالشكل ده. نفكه من بعضه ونجيب بقى البهارات بتاعتنا كلها، البودر والحصى. نحط الحصى الاول وبعدين البودر. عندنا قرفة، ورق لورة، وقرنفل. بسم الله الرحمن الرحيم. ويدي القرنفل ونسيبهم بقى على النار علشان ياخدوا لون مع بعض. زي الفل. ونبص على المية بتاعتنا اخبارها ايه. قربت تغلي. لما المية تغلي كويس جدا هنضيف الرز اللي احنا غسلينه زي ما اتفقنا ونقعينه نص ساعة ومصفينه كويس جدا. ينزل في المية المغلية، هنسيبه في المية المغلية 10 دقايق وبعدين نصفيه ونبدأ نكمل بيه الوصفة بتاعتنا. تمام. احنا ممكن نطلع فاصل علشان نطلع فاصل على بال ما الفراخ بتاعتنا تبتدي تاخد اللون بتاعها الحلو. نرجع لكم تاني على طول المية كمان تكون غليت عشان نسلق الرز. اوعوا تروحوا في اي حتة، مستنياكم. ورجعنا لكم تاني والفراخ بتاعتنا زي ما انتوا واخدين بالكم كده اتحمرت، خدت لون ذهبي جميل. تمام. زي الفل. هي والبصل خدوا اللون اللي احنا عايزينه. هبدأ اضيف الفلفل الاحمر واضيف كمان البهارات بتاعتي، البهارات السبعة، وادي الكمون، ونحط الفلفل الاسود وكمان الملح. كده حطينا كل البهارات والتوابل، ونخلي بالنا من الملح علشان الملح يبقى على قد الفراخ بس، لاننا الرز بتاعنا بيتسلق في مية فيها ملح. تمام. ريحة البهارات بقى طلعت هايلة جدا. البهارات الحصى اللي احنا حطيناها الاول، نقول احنا عملنا ايه من الاول تاني. احنا حطينا معلقتين سمنة وشوية زيت صغيرين، سخنوا قوي، نزلنا بقطع الفراخ بتاعتنا حمرناها، وبعد ما اتحمرت شوية حطينا البصل وسبناهم مع بعض هما الاتنين ياخدوا لون. وبعد كده ضفنا البهارات السليمة اللي هي كانت عودين قرنفل، ورقتين لورا، وكمان حبوب
حبوب القرنفل وعودين القرفه والورق اللور، شوحناهم كلهم مع بعض كويس، وبعد ما اخدوا اللون نزلنا بقى بالفلفل المتقطع مكعبات، وبعد كده بكل البهارات البودر اللي هي كانت كمون والبهارات السبعه وكمان فلفل اسود وملح، قلبنا كله مع بعض كويس جدا. خلاص كده يلا بينا بقى نحط ونغطي على الفراخ بتاعتنا لغايه ما تاخد سوا. هتلاحظوا ان قليله، مش هي دي بتاعه تسويه الرز، لان الرز بيتسلق في ميه فمش هيحتاج كميه كبيره من الشوربه بعد كده. تمام، هنغطي بقى ونسيب فراخنا تستوي كويس قوي، وعلى الحله الثانيه اللي احنا كنا حاطين فيها ميه تغلي مع مكعب مرقه وملح هبدا احط الرز بتاعي علشان يتسلق. نجيب معلقه نظيفه، بسم الله الرحمن الرحيم. اتفقنا ان الرز بيتسلق زي المكرونه بالظبط. تمام، ميه وملح بس من غير زيت، ميه وملح ومكعب مرقه، ويلا بينا نغطي على الرز بتاعنا علشان يتسلق. هيقعد حوالي نقول قد ايه 10 دقايق وهو بيتسلق على نار متوسطه. فين الرز؟ تمام، يلا بينا بقى نروح نحطه على الفراخ. فاكرين احنا كنا عملنا ايه في الفراخ؟ كنا حمرناها كويس قوي، وبعدين حطينا عليها البصل وسيبناه برده يتحمر معاها، خد لون ذهبي مع البهارات الحصى، وبعد كده نزلنا بالبهارات البودر والملح، قلبنا كله مع بعض، وحطينا كمان الفلفل اللي متقطع مكعبات بالشكل ده وكوبايتين من الشوربه، وسيبنا الفراخ بتاعتنا تستوي. ولو لحمه برده نفس النظام بالظبط، وهتحطي الشوربه وتسيبي لما تلاقي اللحمه استوت خالص. تمام، هنبدا بقى نضيف الرز اللي احنا كنا سلقينه 10 دقائق في ميه وملح ومكعب من المرقه. هضيف بقى الرز، طبعا الرز لسه ما استواش، انا هحطه دلوقتي بقى واسيبه يستوي في باقي الطعم بتاع الفراخ والشوربه. تمام، نسينا حاجه مهمه ان احنا نحط الجزر. تمام، هنضيف الجزر، هفتح فتحه كده وانزل الجزر بتاعي. وغطي عليه بالرز، شويه ميه بس صغيرين. ده الزعفران بتاعنا، حطينا عليه شويه ميه دوبناهم كده علشان يدينا اللون الاصفر الجميل، ونحط على الوش. بسم الله الرحمن الرحيم. فاضل معانا ايه؟ فاضل معانا الزبيب، هضيفه بقى للوش بتاع الرز كده، ونسيبه بقى يستوي على البخار اللي هيطلع منه، ونغطي بقى ونكمر الحلة بتاعتنا ونهدي النار 10 دقايق كمان، وهيبقى معانا مستوي وزي الفل. هدي النار عليه. الرز اخباره ايه؟ الرز هايل جدا. تمام، هو كده اعتقد خلاص بقى جاهز معانا، هنشيله بقى من على النار علشان نغرفه. الرز شايفين شكله عامل ازاي؟ شكله هايل جدا، هتلاقي رزايه بيضة ورزايه مصفره، طبعا الجزء اللي جه عليه الزعفران هيبقى اصفر، واللي عليه اللي مش عليه هتلاقيه لونه ابيض. تمام، والجزر استوى ولونه هايل جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بقى شايفين الرز مفلفل ازاي والوانه، عشان الكاميرا تجيبه. شايفين كده كويس؟ تمام كده يا جماعه، واضح كل حاجه. شايفين الوان الرز؟ شايفين الرز نفسه نازل كل حبايه لوحدها ازاي؟ مش قادره اقول لكم بقى على ريحته وطعمه كمان. وادي الفراخ بتاعتنا استوت متحمره، طبعا كنا محمرينها كويس. وادي الجزر بتاعنا، طبعا الرز البخاري بيتميز ان هو بيبقى فيه جزر مبشور. فراخ ريحه حلوه قوي. كنا محتاجين كمان طبق اكبر من كده. تمام كده زي الفل. عندنا قطعه كمان اهي. ودي قطعه فراخ كمان كده عشان الفراخ بتاعتنا تبان. زي ما قلنا نقدر نحط فراخ، نقدر نحط لحمه،
نعمل باللحمه او بالفراخ زي ما تحبوا. بصوا رز هايل جدا جدا. تمام، ممكن نزين بقى بشويه من اللوز المفروم، المفروم ايه المتحمر. تمام كده، تمام. وعندنا اوراق كزبره كمان. لا خالص، تمام. وادي كزبره خضراء عشان بقى نكسر الالوان، وبتدي كمان على فكره ريحه حلوه قوي مع سخونيه الرز كده، ولا احلى من كده. هنطلعه لقدام بقى وننظف مكاننا. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه رايكم شكل الاكل؟ بجد حلو قوي، وريحته وطعمه بجد في منتهى الجمال. كمان الوصفات كلها طالعه معانا على الهوا، ما عملناش حاجه من قبل. نجيب حاجه بس نلمي فيها، فالدنيا بسيطه وسهله، مش هياخد في ايديكي يعني نقول ايه ساعه. كل حاجه تكون معموله حلو وحادق ومشروب كمان.